للحديث عن الأوضاع في إيران وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عن قمع انتفاضة 2019 والحالة الحقوقية وحرية التعبير، معنا مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. أهلا بك سيد مهدي. بداية، مسؤولون إيرانيون أكدوا، أو مثل ككيو مرث حيدري قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، هؤلاء المسؤولون يتفاخرون بمشاركتهم في قمع احتجاجات عام 2019، هل ما قام الجيش به يدعو إلى الفخر بالفعل؟ تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. طبعا هذا الاعتراف المخزي ليس بجديد ولا يجدي للفخر، بل عار لمن يتحدث هكذا. نعم. كما أشرتم في تقريركم، سبق وأن أعلن عبد الرزاق رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني بعد الانتفاضة 2019 بأن النظام استخدم الجيش خلال قمع الاحتجاجات في عدد من المدن، واعترف في وقته وزير الداخلية في برنامج تلفزيوني بأننا جلبنا الجيش لحماية أماكن الحساسة والمهمة حتى تكون الشرطة حرة ويمكنها الذهاب إلى أماكن المختلفة، ما يعني بأن دخول الجيش لقمع المتظاهرين. كما سبق وأن تم نشر بعض التقارير لمشاركة الجيش في قمع الانتفاضة 2018 وخاصة بعدها في انتفاضة 2019، حينما توسعت احتجاجات على مستوى البلاد، وأعلن في نفس الوقت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية إن عدد القتلى خلال الانتفاضة التي عمت أمم إيران بلغ أكثر من 1500 شهيدا، وكان للجيش التابع للنظام دور في قمع المظاهرات. وجدير بالذكر بأن متحدث باسم منظمة مجاهدي خلق في نفس الانتفاضة خاطب أفراد جيش والعسكريين قائلا: لا تطلقوا النار على الناس وسلموا أسلحتكم للشباب الإيراني، وأكد أن أي إطلاق النار على المواطنين الإيرانيين والاعتداء عليهم ستترتب عليه عقوبة شديدة. وحذرهم من ذلك. سيد مهدي، هذه التصريحات من مسؤولين رسميين إيرانيين، إلى أي مدى تؤكد التقارير الحقوقية بتراجع حرية التعبير والرأي في إيران منذ عام 2019 وما قبل ذلك أيضا؟ طبعا في إيران خلال حكم الملالي لم يرى الشعب الإيراني يوما من الأيام حرية التعبير والرأي. نعم. هذا النظام أعدم لحد الآن أكثر من 1120 ألفا من المعارضين. فقط في عام 1988 خلال أشهر قليلة قتل 30,000 من السجناء السياسيين، وأغلبيتهم كانوا من مجاهدي خلق الذين كانوا يدافعون طبعا من حرية الرأي والتعبير، ويعرفوا بمجزرة سجناء السياسيين عام 1988. طبعا خلال انتفاضة 2019 قرر النظام بعمليات قمع وحشية للمحتجين، واستمر هذا القمع إلى يومنا هذا بقتل وإعدام المعتقلين خلال الانتفاضة مثل نويد أفكاري ومصطفى صالحي وغيرهم. وإن القمع الاحتجاجات فيه محافظة سيستان وبلوشستان نموذج آخر، حيث قتل جلاوزة النظام أكثر من 40 محتجا، وكان السبب المباشر للاحتجاجات الكبرى في سيستان بلوشستان هو مقتل ما لا يقل عن 10 من ناقلي الوقود للفقراء على يد قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني. مع ذلك وعلى قرار ما حدث في احتجاجات نوفمبر 2019 عندما قتل النظام 1500 من المتظاهرين، قام النظام في سيستان وبلوشستان أيضا بقمع الاحتجاجات، حيث قتل عشرات وأصيب عدد آخر، الأمر الذي أثار إدانات الدولية. نعم تفضل. سيد مهدي، أمام هذا الواقع الحقوقي وحرية التعبير المتراجعة، كيف سيكون شكل الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران المقبل؟ هل تعولون عليها كمعارضة؟ طبعا الوضع في إيران بعد الانتفاضة السابقة لم يتحسن، بل زادت المعاناة الشعب الإيراني أكثر فأكثر.
بحيث الآن الناس يعانون من فقر شديد لدرجة حتى شراء الخبز بات لديهم مشكلة جدا، ويشترون الخبز بالتسقيط. يعني أين وصل وضع الشعب الإيراني؟ فالحالة الراهنة للمجتمع الإيراني أشبه ببرميل باروت جاهز للانفجار. الناس ينتظرون شرارة تفجر برميل باروت، سواء أن يكون سببها الانتخابات أو أي شيء. نعم. مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغيرها، مثل ما حدث في قضية ارتفاع أسعار البنزين في انتفاضة عام 2019. سيد مهدي، ماذا عن الضغط الدولي الحاصل؟ هل تعتقدون بالفعل أن الضغط الدولي يمشي بالاتجاه الصحيح، وخصوصا مع النهج الجديد الذي تنتهجه إدارة بايدن؟ الحقيقة أن الوضع الراهن سببه يعود إلى مشهد الإيراني في الداخل، سواء في النظام أو حالة الشعبية المحتقنة لشعب الإيراني. النظام الآن قارق في أزماته المختلفة، من الأزمة الاقتصادية التي أشرت إليها بأنها يشبه برميل باروت، إلى صراعات الداخلية، صراع العقارب بين مسؤولي النظام، وأزمات التي يخوضها النظام على صعيدي الإقليمي والدولي. فإن النظام يعيش في مستنقع، كلما يتحرك أكثر كلما يقرغ أكثر، وتتحرك السياسة الدولية في أي اتجاه لا تنفع شيئا، بل تزيد أزمات النظام نفسه. وفي كل الأحوال فإن النظام في مأزق وفي طريق مسدود، ولا يستطيع الخروج منه، والانتفاضة تنتظره لا محالة. مهدي أقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.